السلام عليكم رائد مدرس بدنية. حبايبي يا عيالي انتم الله يسعدكم، ركزوا معي زين. انا صار لي 10 سنوات في المدرسة هذه، مرت علي اجيال كثير مرة، فانتم الجيل الوحيد اللي انا واثق انه بناخذ البطولة معكم. بطولات راحت علي كثير، لازم تركزون معي بالتمارين، لازم ما تغيبون، لازم تحضرون يوميا. احتاج لياقة، احتاج روح بالملعب. جاهزين؟ جاهزين. ايوه. طيب يا جماعة الحين بسوي تمرين فاولات عشان الايم يكون عندكم سيدة. ممتاز. يلا حارس جاهز؟ جاهز. يلا شوت. واقف تبغى الكرة تجيك صح؟ تحرك، انت كبير تراك مقضي من هذا، لا تستكبر. يلا روح حارس يرحم والديك. ركز زين روح، لازم تتحرك، ما راح اغيرك، انا واثق فيك مره، لازم تتحرك. يا ويلك. التمرين الثاني بتدورون كذا، تدورون بعدين شوتوا. ممتاز. دور بس شوت. ممتاز، انت ممتاز مره. بس شوت يا حارس، يعني الكره تروح يمين واقف، تروح يسار واقف، تجيك تنزل، ايش الفائده؟ دوران. بس شوت. الله يعين. بعد التمارين هذه انا تعبت اكثر منك. هذا شيء يا جماعه، فريق المدرسه الثانيه جايين يبانونكم، بيض وجه. المدير زعلان علي، المدير زعلان، صار لي 10 سنوات ما جبتوا له بطوله. انا واثق فيكم يا جماعه، ارجوكم. جاهزين؟ ما اسمع. جاهزين. ايوه. الخصم وصل، ابيكم تركزون مره. ممتاز. ترى وصلوا. جو. جاهزين عيال؟ جاهزين. ارجع. روح. اكباص. يا الله يدرب الحارس. شوت كذا شوي شوت. قول لك حارس وش ذا؟ ايش قاعد تسوي؟ تبديل. ابدل. تعال عمار. روح. قاعد تسوي الدغدغ الكورة كذا. شوف يا قدام. شوف. يا عيال ركز يا عيال. No!
والله ما قصرت، لكن الأنانية ليش؟ ليش ثلاثة جالسين انت حارسهم سوالف؟ ايوه كيف حالك؟ شنو مو؟ ارجع مع اخوياك. الحارس تمرينك الجاي عندك. ما عليك، باقي قدامنا مباراتين. يمدينا صدقوني يمدينا على الكاس. شدوا حيلكم، نبدا تمارين اقوى من اللي قبل. بشد عليكم شوي سامحوني، لكن لازم فريق مدرسة شروق المعرفة لازم ناخذ الكاس. ممتاز؟ ممتاز. يبدا التمرين من بكره. الله يعينكم، لازم شد عليكم. ايوه قسم ايوه احسن واو جرب يا ولد معليه يا جماعة يعطيكم العافية ما قصرت. المدير قبل لا نلعب مباراة قال لي كلام، فأتوقع إنه هذا آخر يوم لي معكم. لا 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 عشر سنوات أستاذ رايد ما جبنا ولا بطولة، خلاص هذا آخر يوم لك، ما راح تكمل معنا. يعطيكم العافية. استاذ رايد اعطاك الله فرصه وحيده اخيره، يا تثبت نفسك يا مع السلامه. باذن الله بثبت نفسي، والعشر سنوات اللي راحت ما تروح هباء منثور. باذن الله اني بشد عليهم وبنجيب البطوله يا رب. استاذ ابطالي ركزوا معي ارجوكم، هذه اخر فرصه لي. اذا ما فزنا ما راح اكمل معكم هنا بالمدرسه، فارجوكم لا تقطعوا رزقي، شدوا حيلكم، اقسم بالله انكم ابطال ويمديك. والله انه يمديكم. جاهزين؟ Yeah!
يلا 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 يلا. يعطيكم العافية قسما بالله انكم بيضتوا وجهي. شكرا، انا داري واثق فيكم، انا ادري ان عندكم امكانية. يا جماعة وصلنا الى نهائي دوري المدارس، ارجوكم لازم ناخذ كاس الدوري. شكرا يا جماعة. طيب شفتوا المدرسة اللي وصلت النهائي تدرون مين؟ تذكرون المدرسة اللي لونها اصفر؟ فازوا علينا 5 مدري 6. الحين تاخذون بثاركم، الان ابيكم تحرثون الارض حرث. جاهزين؟ الحين نبدا التمارين الصدقين. يلا بدل رجل يمين كذا، رجل يسار، لما توصل الى القدم. رجل يمين يسار المدير زعلان صار لي 10 سنوات ما جبت له بطولة. أنا واثق فيكم يا جماعة، لا تقطعوا الرزق، شدوا حيلكم.